بصراحه انت صعبان عليا قوي ان يبقى معاك بكالوريوس تجاره وما تشتغلش بشهادتك. يعني انت وعادل بتديروا الاوتيل ده، تقعدوا مع بعض وتوروني بلان محترم عن السيزون ده، مفهوم؟ دي عندنا في الاوتيل دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انا عايزها ترجع على الشباك. ارجعي تاني، ارجعي وبصي ناحيتي. انا عملت كده ازاي؟ انا اللي قلت عليه بالظبط عملته. قولش الاكل ده، الاكل ده بايظ. حاسس ان الاكل ده بايظ. ده بقى يا ابني يبقى اسمه تخاطر، يعني انك تقدر تنقل فكره من مخك لمخ شخص تاني. هو انا اعرفك؟ انا شغال في الحسابات. معقول دي برضه صدفه؟ مين اللي قال يا نجمه؟ ده الكارت بتاعي لو احتجتي اي حاجه، اتفضلي. بقول لك ايه؟ انا حاسه ان الدنيا رايقه. انت بتعمل ايه هنا؟ مستر جاسم انا جيت هنا بس يعني كنت بتكلم معاه في حاجه خاصه. يعني بيعمل ايه ده عندك؟ زي ما قال لك يا مستر جاسر، كان بيتكلم معايا في موضوع مهم. مستر جاسر حضرتك يعني دخلت علينا فجاه، شفت حاجه غلط؟ شفت اي حاجه مش مظبوطه؟ ما انا غلطان، الظاهر ان انا كان المفروض استنى شويه. مستر جاسر من فضلك انا مش هقبل بالتلميحات دي، عادل زميلي وزي اخويا وفي ما بيننا شغل، وزي ما بيدخل المكتب وبنبقى لوحدنا دخل هنا كمان، ولو حضرتك شايف ان في اي حاجه غلط انا ممكن امشي من هنا فورا. عادل انت تمشي حالا، تنزل من هنا على بره الاوتيل. يلا اب تو يو. عادل ازيك؟ اهلا مس ديما. مستر جاسر فين؟ معرفش. ده ما بردش على تليفونه ولا في اوضته ولا في اوضه المكتب. قلت لحضرتك معرفش. ايه ده؟ هو انت في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه. انا هطلع اشوفه فين. اوكي ماشي. على فين يا مستر عادل؟ بلم حاجتي زي ما انت شايف واسيب الاوتيل. طب والريسبشن مين هيبقى مسؤول عنه؟ معرفش، مستر جاسر يعرف كل حاجه، اساله. اساله؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت ايه اللي جابك الاوتيل دلوقتي؟ وانت كنت بتعمل ايه جوه عند دنيا؟ مش شغلك، انا اتخنقت منك ومن اسئلتك الكتير وتدخلك في حياتي. انت اصلا مالكيش انك تساليني عن اي حاجه. عايزه ايه اكتر من اللي انا عامله لك يا ديما؟ معيشك انت واهلك ملوك، ايه المطلوب اكتر من كده؟ جاسر انا بني ادمه، انا مش مجرد عروسه حلوه ساحبها في ايدك في كل حته. هو انا ناقصني ايه بالظبط كده؟ انت ناقصك ايه؟ انت مش ناقصك اي حاجه، اديكي قلتيها بنفسك. ما انا بسألك عايز اعرف ناقصني ايه عشان تحبني. احبك؟ احبك ليه يا ديما؟ هو انت بتحبيني؟ انت بتحبي فلوسي، بتحبي احساسك بالامان، اني ليكي ظهر انت واهلك. ديما انا لو بطلت اعمل الدور ده انت هتندمي قوي. بعد كده لما ما ردش عليكي في التليفون ما تجيش تدوري عليا في نص الليل ابدا، فاهمه؟ ده اخر انذار ليكي. يلا روحي روحي. حاضر. روحي.
l'amour. Il n'aura même pas tant que mon corps rémira sous terre. Thank you. Ah, please, madame. فنجان قهوة يا عم جاد لحسن، حاسس ان دماغي هتتفتح. اهلا استاذ حسام. عينيا. بقول لك ايه، هو الاستاذ عادل ساب الفندق؟ انا مش عارف الحكايه بالظبط، بس انا صحيت الصبح لقيته لامم دولابه كله، وعم رمضان بيقول لي انه مشي في نص الليل وكان متضايق قوي. بيقولوا ان هو مستر جاسر زعلانين مع بعض. خير ان شاء الله. صباح الخير. اهلا اهلا، صباح الخير. اهلا يا مدام. ازاي قهوتي؟ ارجوك. عينيا. تسلم عينيك. ازي حضرتك يا نسلمى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اتمنى تكوني مبسوطه معانا في الاقامه في الاوتيل. مبسوطه جدا، الاوتيل يجنن. بس في حاجه واحده بس، انا من امبارح حطيت الكارت بتاع الهاوس كيبنج على الباب ومحدش نظف اوضتي. لا ازاي الكلام ده يحصل؟ يعني انا وعد حضرتك ان ده مش هيتكرر تاني، والمسؤول عن المشكله دي هيتجازى حالا. عم جاد ممكن تكلم لي الاوبريشن؟ خلاص. استاذ ايمن معلش، كنت عايز اسال، هو مين المسؤول عن نظافه غرفه 7؟ غرفه 7. مصطفى الرومي. طب بعد اذن حضرتك خصم 3 ايام عشان الغرفه ما اتنظفتش. تمام، ميرسي، شكرا. هو الموضوع مش مستاهل خالص على فكره. انا مش قصدي ان حد يتجازى بسببي، الموضوع عادي ممكن يخش ينظف الاوضه خلاص. معلش، كان لازم يتجازى في ساعتها. اهو مصطفى جه اهو. مصطفى تعالى. سلمى، استاذه سلمى بتقول ان غرفتها ما اتنظفتش امبارح، ممكن اعرف ليه ده حصل؟ انا اسف يا فندم، دي غلطتي، انا اكيد نسيت. هو حضرتك شغال في الهاوس كيبنج؟ لو مصطفى لا يستحق الجزء. قهوتي قهوتي يا فندم. مش عايزاه. على راحتك. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع يا فندم مفيش موضوع ولا حاجه. يعني اول ما شافتك اتعصبت، هو انتوا اتكلمتوا قبل كده؟ يمكن. يمكن. طيب روح شوف شغلك. ما تدقش عليه. الواد ده غلبان قوي. قهوتك. ما تاخدش بالحركتين دول. الواد ده أول ما جه كان عامل فيها بيتهته وهبل، وديك شايف دلوقتي لسانه فك وبقى رغاي كمان. ادخل عليها ما يهمكش. أنا ممكن آخد من وقتك دقيقة؟ لا طبعاً مش ممكن، وامشي من قدامي حالاً. حاضر. أنت نسيت الحاسة اللي عندك ولا إيه؟ أنت تقدر تخليها هي اللي تندهلك وتقول لك تعالى. بس الحكاية دي ما مشيتش مع جاسر، بس مشيت معاها. مصطفى. مصطفى. ايوه. انت عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول ان والله اللي حصل ده حصل غصب عني. انا ممكن اقول لك حاجه بصراحه واتكلم كده واقول اللي جواه؟ اتفضل. اصل انا طول عمري بني ادم سلبي، ما بعبرش عن اللي جوايا، ما بقولش باللي انا حاسس بيه. يعني طول عمري حاسس بالاحباط وبالفشل لدرجه اني فكرت انتحر اكتر من مره. بس من يوم ما جيت الاوتيل ده وانا حياتي كلها اتغيرت. يعني حسيت ان انا بني ادم تاني، بقيت بني ادم احسن. احسن يعني هو مش احسن قوي، بس احسن شويه، وبرضه الحمد لله. وخصوصا من يوم ما شفتك، من يوم ما شفتك اول مره اكتشفت حاجات جوايا ما كنتش اعرف انها جوايا. حسيت بطاقه كده، طاقه كبيره، ما اعرفش جات لي منين وازاي ومن عند مين.
عند الله. ماشي، حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده، بس انت برضو ما كانش ينفع ان انت تكذب عليا في طبيعه شغلك وتقولي ان انت محاسب وانت اصلا هاوس كيبنج. لو كنت قلت لي الصراحه كنت احترمك اكتر، عشان ما بحبش الكذب. انا حسيت ان انا لو قلت لك يعني ان انا مجرد واحد بينظف اوض ما كنتش يعني هتديني فرصه اقرب منك زي ما بتمنى. نعم، يعني اصلا تقرب مني وتقرب مني ليه وازاي؟ بصي، هو مش عارف اذا كنت اللي هقوله ده هبل ولا عبط ولا تخلف، ويمكن الثلاثه مع بعض، بس انا هقوله بقى والسلام واللي يحصل يحصل. لا لا، ما انصحكش ان انت تقول اي كلام هبل اكتر من كده، كفايه الهبل اللي انت بتهبله دلوقتي. طيب انا هقول، وانت ما تعترضيش، انت تقبلي الفكره عادي خالص. مصطفى، هو انت ساكت ليه؟ عارفة، أنا بصراحة كده أنا ابتديت أحبك. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هدي. يعني إيه هدي مش هدي طبعًا؟ يعني إيه بتحبني وإزاي بتحبني؟ أنا أصلًا مش مصدقة إحساسك ده، أنت شفتني على بعض تلات أربع مرات بس. بس أنتِ تقبلتي الموضوع عادي وعديتيها ومفيش أي مشاكل، صح؟ هو يعني أنا بصراحة المفروض إن أنا أقوم وأسيبك دلوقتي حالًا. أيوه. وكمان المفروض إن أنا أهزقك وأشتمك وأقول لك يعني اللي أنت بتقوله ده غلط. أيوه. بس كل ده ما بيحصلش ليه؟ يمكن عشان حاسه انك ممكن تديني فرصه تانية يعني معاكي. اكيد لا طبعا، ازاي يعني؟ انا وانت اصلا مختلفين عن بعض، وبعدين يعني انا مثلا يعني متعلمه كويس قوي قوي كمان. على فكره، وانا كمان متعلم كويس قوي 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 كمان، انا بكالوريوس تجاره وبتقدير جيد جدا 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 جدا، بس الظروف بقى نعمل ايه؟ يعني انت بكالوريوس تجاره؟ طب ليه ما بتشتغلش بالشهاده بتاعتك؟ معرفش، بس يعني الحمد لله قوي على اللي انا فيه ده. يمكن عشان انا طول عمري يعني مش بعرف اتواصل مع الناس وكده، ومش اجتماعي زي ما بيقولوا. بس انا كنا فين وبقينا فين؟ انا الحمد لله دلوقتي احسن بكتير بكتير، انت ما شفتنيش زمان. طالما انت اتغيرت قوي كده زي ما بتقول، طب ما ندور على شغلانه تناسب شهادتك. طب ما انا اهو الحمد لله مستر جاسر كتر خيره اداني فرصه حلوه قوي في الاوتيل، يعني بيديني مرتب كويس وبيعاملني كويس ووعدني بمكافئات حلوه، بتهيألي مش هلاقي يعني فرصه ومعامله في مكان تاني احسن من كده. طب طالما مستر جاسر ده بيحبك قوي كده، طب ما يديك وظيفه زي شهادتك واكيد هتاخد فلوس اكتر كمان. ايه ده؟ تصدقي صح، انا ما فكرتش في الموضوع ده خالص. على الدرجات انت سلبي؟ لا، او يمكن تقولي انا تعودت على اللي انا فيه، تعودت على شغلانتي. لا يا مصطفى، ده مش صح خالص على فكره. بصي، انا مستعد اغير ده كله، بس لو حسيت ان في التغيير ده يعني هيفرق معاك انت بالذات. بص، انا بصراحه مش عارفه انا قاعده معاك ليه. صح، وكمان مش عارفه ازاي عديت كلامي انت قلته دلوقتي، كتير قوي ما ينفعش تعدى خالص. عندك حق، وخصوصا ان انت راجل غامض وانا بكره الغامضين جدا، وكمان كذاب. انت كذبت عليا وانا ما استحملش اعرف بني ادم في حياتي كذاب. بس لو انت عايز فرصه معايا ان انت حتى تقول لي بس صباح الخير، صباح الخير بس، انت لازم تبقى اوضح من كده بكتير وتبطل كذب تماما. تمام؟ تمام. لو كذبت عليا تاني او بقيت غامض، انا بقول لك تجنب. تمام؟ تمام. تمام. فضلك بقى قوم دلوقتي وامشي عشان عايز اكمل شغل. مصطفى، فكر في الكلام اللي انا قلته لك عشان مش هقوله تاني ابدا. تمام التمام، هفكر في كل كلمه قلتيها، مش هسيب كلمه من غير ما افكر فيها. اوكي، اتفضل. طب اعزمك على حاجه؟ طيب. لا شكرا. طب هسيب على القهوه، احنا لسه قاعده شويه. زهقت من سيرة مصطفى الزفت ده، يعني ايه ساب الشغل وخرج؟ طيب يانا يا هو بقى في الفندق، مش هو متحامي في جاسر؟ انا هقول له كل حاجة. طب اقفل دلوقتي، هكلمك تاني. باي باي. خير يا دي؟ بصي يا دنيا، انا وانتي حالنا من بعض، يعني كل يوم بنرجع السرير بالليل نقعد نفكر هيحصل ايه بكرة. انتي بتصرفي على اهلك وانا كمان، يعني احنا الاثنين لو خسرنا جاسر هنضيع واللي ورانا هيضيع. وبصراحه انا كنت عارفه ان احنا من اول ما جينا المكان ده المكان مش هيسعنا، عشان احنا الاثنين شبه بعض. بس قلت خلاص يا بنت،
خليها تاكل عيش طالما هي كده كده بعيده عن جاسر. بس بعد اللي حصل امبارح ده جرس انذار، وانا جايه ارنه هنا في مكتبك. دنيا بعدي عن جاسر احسن ما تلاقي نفسك بره، مفاتيحه كلها معايا انا. برافو يا برافو. حقيقي عجبني هدوءك وثباتك الانفعالي قوي اللي انت بتتكلمي بيه ده. بصي بقى يا ديمي حبيبتي، انا في المكان ده بشغلي وبمجهودي، لا بلبسي ولا بمكياجي ولا بالبرفيوم الجامد قوي اللي انت حاطاه ده. وبقول لك ايه، هو لو يقدر يستغنى عني اوكي يلا، بس انا احب اكدلك انه ما يقدرش، وان انا هنا اهم منك وبكتير. فبلاش بقى تلعبي الجيم ده، خليكي ذكيه عشان اكيد هتطلعي خسره. طيب تراهني ونشوف في الاخر مين اللي هيفضل اهم عند جاسر، انا ولا انت؟ اراهن وجدا بقى، بس صدقي انا واثقه من النتيجه. طب هو كان عندك امبارح بيعمل ايه؟ ما تساليه، مش هو برضو مفاتيحه كلها معاكي يا ديما؟ بذمتك انت كده مش مكسوفه من نفسك؟ وانا هتكسف من نفسي ليه؟ هو انت كنت بتتكسفي من نفسك؟ طب حصل بينكوا اي حاجه؟ مش اي حاجه. وتفضلي بقى علشان عندي شغل واكل عيش. بقول لك صحيح، اعلى ما في خيلك اركبي. ماشي يا دنيا، كده الحرب بيني وبينك ابتدت وانت لسه ما تعرفينيش. يا مصطفى، يا مصطفى انا قلت لك قبل كده ما ينفعش تسيب ورديتك وتمشي، ليها حق انها تخصم لك. وبعدين يا ابني دي تاني مره يتخصم لك الشهر ده، ايه اللي جرى لك؟ مش عارف عم رمضان قول له. وبعدين المهم هو بيروح فين اصلا؟ ايوه صحيح، انت بتروح فين يا مصطفى؟ غير الموضوع يا رمضان وخبط في عمر، ما هو عمر كمان بيزوغ. وتعالى هنا انت راخر، عامل لي فيها ملتزم قوي، ما انت كمان بتزوغ. لولا البت صفاء هي اللي بتغطيك، صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا، نوع اللي بتغطيني مش صفاء، صفاء انا اللي بغطيها. يا سلام. وبعدين انت مالك عم رمضان؟ انت سبته هو وقلبت عليا انا. انت كمان هجم، خير وسيله للدفاع الهجوم. ما انت كمان عم رمضان مقضيها لي نوم طول اليوم وعامل لي فيها مهم، وانت وما فيش حد بيغطيك اصلا. انا؟ ايوه انت شغال بولمان، هو البولمان ده بيعمل حاجه. اسمع اسمع، انا واجهه الفندق ده، هو ده مفيش حاجه هنا تمشي من غيري، انت اللي مالكش اي 30 لازمه. ما تعصبنيش عم رمضان. يا سلام لو اتعصبت هتعمل ايه؟ خلي بالك انا من المحطه. من المحطه وانا من المحطه اللي بعدها. مستر جاسر، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله، كنت عايز حضرتك بس في كلمتين. لا دلوقتي انا مشغول، بعدين. انت ما بتتكلمش معايا النهارده خالص. متضايق منك، الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم، كمان شامم ريحه تمرد. تمرد؟ كل ده؟ يا ريت والله بعرف اعمل كده، ما كانش هيبقى ده حالي. ماله حالك؟ مليون ست تتمنى مكانك ده. لا على فكره، هي الحياه مش بس لبس وخروج، انا ست عايزه احب واتحب. هو انت ما بتحبنيش ولا ايه؟ ليه، هو انت بتحبني؟ لو الحب بالطريقه اللي انت بتفكري فيها يبقى اكيد لا. اكيد لا، امال عايزني احبك ازاي؟ انت ما سمعتيش عن الحب من طرف واحد ولا ايه؟ طرف واحد، واحب ليه من طرف واحد؟ وليه اتعذب؟ تتعذبي ازاي وانت بتقبضي 100,000 جنيه كل اول شهر؟ طب انا عايزه امسك اي حاجه في الاوتيل هنا. اشمعنى؟ عشان انت ما شاء الله شغلك بقى ماشي وانت مش محتاجني، وانا بصراحة مش عايزة طول الوقت باخد فلوس من غير ما اعمل اي حاجة. ايه رأيك لو عينك ماركتينج مانجر عندي والنائبة بتاعتي كمان؟ بجد؟ ده حلو قوي، موافقة طبعا. بس بشرط. شرط ايه؟
تتعرفي على سلمى. سلمى؟ ايه ده، هو انت عايزني كوبري عشان تتعرف على الستات؟ لا كده كتير قوي. يا بنتي افهمي، سلمى دي مؤلفة سينما وانا سألت عليها وعرفت ان هي شاطرة، وانتي عارفة ان انا من فترة عايز انتك، عشان كده انا عايز اتعرف عليها. هو كده الحوار؟ اه هو كده. ولو عايزة تبقي النائبة بتاعتي يبقى تنفذي. بنظف مكتب حضرتك. هو ده وقت تنظيف مكتب؟ هو بصراحة مش وقت تنظيف ولا حاجة، بس أنا جاي عشان أصالحك، أنا مش عايزك تزعلي مني. ماشي يا مصطفى، أوكي. يبقى تهتم بشغلك شوية. ما هو موضوع شغلي ده بقى بالذات اللي أنا جاي لك عشانه، هو أنا يعني لو ينفع ممكن أتنقل من الهاوس كيبنج للروم سيرفيس للمطعم لأي حتة تانية كده حلوة. يعني إيه؟ ويتر يعني؟ ماشي. وانت ايه علاقتك بالوترات؟ وانا يعني كان ليا علاقه بالتنظيفات يعني عايز انفع. فكري فيها عن اذنك. انا ديما شرقاوي، مديره مكتب مستر جاسر العادي. انا عرفت ان انت سكريبت رايتر، ومستر جاسر بيدور على سيناريو سينما بس عايز فكره تبقى مختلفه وجديده، فحسيت ان الفكره دي ممكن تبقى عندك. انا بصراحه يعني مشغوله اوريدي بمشروع دلوقتي، فمش فاضيه خالص. ممكن بعدين. طيب هو انت برج ايه؟ انا برج العذراء. ايه ده بجد؟ وانا كمان برج العذراء. شكلنا كده هنبقى صحاب جدا ان شاء الله. مصطفى تعالى هنا. ايوه يا كابتن. ايه الهرجله اللي انت بتعملها دي؟ كمان بترتب الكفر غلط؟ معلش يا كابتن، احنا لسه بس في الاول وهنتعلم منك ان شاء الله. وتتعلم ليه؟ ما تشتغل شغلتك احسن. ان شاء الله هبقى كويس. الشغلانه لمت والكوسه بتحكم، حاجه تقرف. لا ده لازم يتظبط. عمار انت ليه بتعامل مصطفى وحش؟ يلا عامله احسن من كده. كابتن عمار على فكره انت هتحبني قوي. احبك ايه وزفت ايه؟ روح شوف شغلك، وبعدين لما تتكلم تتكلم زي الرجاله، مش ناقصه مياه على الصبح. احبك. ما اشتغلتش بقى ليه؟ مياه خلاص يا عادل، قلت لك هترجع يعني هترجع. سيب لي انا الموضوع ده. يلا باي باي. صباح الخير يا بص. صباح النور. قولي لي قريتي ده؟ ده ايه ده؟ ده قرار من مستر جاسر بتاعين ديما، مديره الماركتنج ونائبه لي. نائبه لي؟ يعني انا هبقى الريبورتنج ليها؟ امال انا جيت اقول لك ليه؟ لا طبعا دي حاجه مستحيل اقبلها. هو جاسر هنا؟ لسه ما جاش. عمتاً أنا اللي استلمت الميل وطبعت القرار فقلت أجي أقولهولك. يلا. Have a good day. Good day. ماشي يا جاسر. صباح الخير. صباح. ايه ده؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت سبت الهاوس كيبنج؟ انا وعدتك ان انا هطور من نفسي واهو الحمد لله دي اول خطوة. اتفضلي. برافو عليك، اصل انا ما كنتش متخيلة انت هتبقى ايجابي بسرعة كده. لا بس خد بالك انت لسه بعيد عن اللي انا كنت بقوله. يعني بس خطوة. صباح الخير. صباح النور. روح انت يا مصطفى. لا انا عايزة مصطفى وراخد الاوردر.
بليز معلش. تشوفي حضرتك. ميرسي. قولي لي بقى تحبي تاخدي ايه؟ ناخد على مزاجك انت. ماشي. يعني ايه رفض القرار؟ مستر جاسر ده مش تدخل مني، انا بتكلم في مصلحة الشغل. انا مش هقدر اشتغل تحت ديما، خصوصا ان انا عارفه ان انا افضل منها 100 مره. ومين قالك انك هتشتغلي تحت ديما؟ حضرتك هو القرار بيقول ان هي هتبقى نائبه ليك، يعني هي هتكون ماي باص، وانا مش هقدر اشتغل بالطريقه دي. انت عارفه يعني ايه النائبه بتاعتي؟ يعني المفروض ان هي بتحل محلي في عدم وجودي. مظبوط. طب هل انت شفتي قبل كده ديما من غير جاسر؟ لا. ولا عمرك هتشوفيها. وصلت؟ ماشي يا مستر جاسر، اتمنى يكون الموضوع كده. انا كنت عايزه اكلم حضرتك بقى في حاجه تانية خالص. عادل؟ حضرتك عرفت منين؟ عشان انا عارف كل واحد بيشتغل هنا بيفكر ازاي كويس قوي. وانت اقسمتي ان مفيش حاجه بينك وبينه. ايوه طبعا انا اقسمت. اوكي، اعتبريها تمليصة وداني، وهرجع عادل قريب. اوكي ماشي، شكرا. طمنيني، اخبار الشوربه ايه؟ عجبتك؟ اه حلو قوي. طب كويس، بس شوربه بس كده مفيش مندش؟ اصلا المشكله ان انا مش جعانه. امال ايه اللي نزلي؟ مش عارفه يا مصطفى، مش عارفه بجد، يعني انا كنت قاعده مركزه جدا في الكتابه وشغاله كويس قوي، مره لقيت نفسي بلبس وبنزل، بعمل تصرفات عجيبه قوي، بس كلها ليها علاقه بيك انت. ليها علاقه بيا انا؟ ايوه، يعني بعمل حاجات كلها عكس ارادتي، حاجات انا مش مخططه لها خالص، يعني ببقى مثلا عايزه انام اقوم لابسه ونازله، وانا كنتش عايزه انزل اصلا، فمش عارفه، انا محتاجه اي حاجه افهم بيها ايه اللي بيحصل ده. وهتقولي صدفه؟ اكيد طبعا صدفه، امال هيكون ايه غير صدفه؟ لا طبعا مش صدفه. قولي اي تفسير تاني. مفيش اي تفسير تاني. فاكر هي قالت لك انها ما بتحبش الكد؟ يبقى انت لازم تقول لها. هو بصراحه عندي تفسير بس مش هينفع اقولهولك هنا. انا بكره الشيفت بتاعي متاخر بالليل، فانا بالنهار فاضي، يعني ممكن نتقابل في الكافيه اللي قدام الاوتيل وانا هوضح لك كل شيء. خلاص اوكي ماشي بليز. خلاص الشغل خدها. اه ثانك يو. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقعد؟ اه طبعا اقعد. انا سمعت ان انتي مديتي اقامتك كده كام يوم في الاوتيل. اه انا مبسوطه قوي في المكان ده. المكان ده فيه حاجه غريبه قوي، انت لو تعرف انا انجزت قد ايه في الكتابه. اصلا انا عندي رايتر بلوك رهيب. هو انت بتعرف انجليزي؟ اه طبعا شويه. يا ابني والله العظيم حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك ده. لا انت ما شفتنيش زمان، ده انا كده اتطورت على الاخر. انا زمان كنت قافل على نفسي اكتر من كده بكتير، حتى قلت لك اني حاولت الانتحار اكتر من مره. ليه يعني؟ ايه اللي حصل لك عشان تعمل كده في نفسك؟ عادي يعني، واجهت الحياه كلها لوحدي وانا صغير، ابويا وامي سابوني زمان من بدري، وعمي بقى كتر خيره هو اللي رباني، بس برضه كتر خيره كان مسؤول عن عيال كتير قوي عنده، لولا بقى مستر جاسر ربنا يكرمه هو اللي اداني فرصه لحياه جديده. دايما في الحياه في فرصه جديده. طب اقول لك على صدفه حلوه وغريبه في نفس الوقت. عارف المكان ده اسمه ايه؟ اسمه نوفا فيتا. عارف يعني ايه نوفا فيتا؟ لا صراحه. نوفا فيتا بالايطالي يعني حياه جديده. اه عشان كده بالايطالي، بس انا ما اعرفش ايطالي. بس حلو، حلو برضه، حاجه حلوه. انا اصلا من يوم ما شفتك وانا حاسس ان انا ابتديت حياه جديده على حياتي اصلا اللي هي كانت جديده، وكمان المكان ده يطلع اسمه حياه جديده، لا دي حاجه جديده عليا قوي. بس حلو، حلو حلوه، وتشجعني كمان ان اجاوبك على سؤالك اللي سالتوني امبارح وانا مطمن. لا لا قول ما تخافش. لا قول.
مش انتي كنتي بتسألني نفسك او كنتي مستغربة يعني ان انتي ليه بتلاقي نفسك بتعملي حاجات انتي ما كنتيش مخططة لها وبتلاقي نفسك بتعمليها عادي؟ والحاجات دي كمان بيبقى ليها علاقة بيه؟ ايه بالظبط. وانتي بتعملي الحاجات دي عشان انا اللي بخليك تعمليها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا من يوم ما شفتك وانا اكتشفت في نفسي قدرة غريبة وحسيت ده معاك انتي اول حد. فاهمة؟ لا لا خالص انا مش فاهمة انت عايز تقول ايه بالظبط. فهمني اكتر معلش. بصي هو انتي اي حاجة انتي عملتيها انا اللي كنت بوحي لك تعمليها. يعني تقدري تقولي كده انا مسيطر على عقلك. عايشين حياة نعمة
with you.